انا هسمي الفيديو ده النهاردة حفرة الهلاك. مكان اي واحد فينا بيقع في المنطقة دي بتبقى النهاية بتاعته. المنطقة دي حاجتين، ان الشخص يجيله ديبريشن او اكتئاب او يبقى عنده هموم وضغوط فما يشتغلش ويركن ويقعد في بيته او يفشل. لازم تعلم نفسك وتجبر نفسك تاخدها كده غصب عنها وانت مكتئب وانت متدمر وانت بتموت وتشتغل وتوقف مشاعرك واحساسك تماما. ممكن تبقى قاعد شغال مع الناس بروفيشنال جدا واجتماعات وشغل وانت بتعيط من جواك. لازم تعمل ده، لانك لو ما عملتش ده هتخش في مصيبه. مصيبه ان انت حياتك هتقف تماما والدبريشن اللي عندك هيزيد وتخش في امراض نفسيه واكتئابات وحياتك تتدمر للابد. المنطقه دي بقى لما بتيجي بتحصل في حياه حد مننا وبيستسلم فيها هي المنطقه الفاصله لدمار الشخص او ان الشخص يقدر يكمل حياته. طب لما بيعمل كده، لما بيطلع قلبه مشاعره ويحطها تحت الارض ويطلع رجليه ويفعصها فعص ويكون بيصرخ ويتألم من جواه ويشتغل، ممكن اخر يوم يقعد يعيط بس هو طول اليوم شغال، شغال بروفيشنال واخد بالاسباب، شغال زي الاله لاغي مشاعره. الموضوع ده على فكره بيجي بالتدريب. في الاول بيبقى صعب جدا، تقعد تقاوم نفسك تقوم، لان الناس اللي عندها مسؤوليات واولاد و و و وكلام من ده بيشتغلوا بالشكل ده. فمش معنى ان طبعا الموضوع ده بيقع فيه البنات اكتر والستات اكتر من الرجاله، ممكن نقول بنسبه الضعف او بنسبه 3 أضعاف. مش معنى ان انت فشلتي في حاجه انك تستسلمي فتدمري نفسك اكتر، لا. او ما هتعملي كده وتاخدي القرار ان انا هشتغل رغم الاكتئاب وهشتغل بقوه وهموت نفسي وانا بموت مش مشكله، هتقولي نفسك موتي مش مشكله احنا هنشتغل. هتلاقي نفسك بدات تنجح، الاكتئاب بدا يقل، بدات تزدهر، اتعالجت، نجحت. من اكبر عوامل مقاومه الاكتئاب انك تنجح. تيجي تشوف 5 6 قرارات في حياتك انت مأجلهم وتاخدهم وتنفذهم فتنجح. فلما تنجح تعالج الاكتئاب، لكن مش لما يجيلك اكتئاب تفشل فتكتئب اكتر. دي حفره من حفر الهلاك. الحفره الثانيه اللي عايز اتكلم عنها اللي بيقع كتير مننا فيها العلاقات الرومانسيه والحب والمشاعر والجواز والطلاق اللي بتقضي على الناس دايما وبتدمر حياتهم للابد. لازم برضو تتعلم انك لو في فراق بينك وبين حد بتحبه، حد مات، واحده بتحبها ما خطبتهاش سبتوا بعض، واحد بتحبيه، لازم تتعلم ان انت تفعص قلبك وتكمل. بس في عامل مهم جدا جدا هنا يخليك تقدر تتحمل الوجع ده، الدعاء والسجود والكلام مع ربنا، مش الموضوع اللي هو العملي اللي بتعمل كده بتدعي وبتصلي وبتاع بس مش باحساس. تفتح علاقه حب بينك وبين ربنا، تكلمه، تشتكي له، مش عايز اقول تصاحبه عشان ممكن يكون اللفظ ده لا يصح، الله اعلم يعني، ولكن حاجه زي كده. فيبتدي ربنا فجاه يشيل الموضوع ده من قلبك والمعاناه بتاعته اللي انت كنت متخيل ان انت هتفضل عايش طول عمرك ومش هتعرف تموف ان من العلاقه دي ومن الموضوع ده وهتتدمر، ابنك بقى عمل مصيبه، عقد، سافر، بلا بلا. ربنا قادر، حب ربنا ما بيخش القلب بيعالج اي خراب فيه. افتح علاقه مع ربنا عز وجل، ادعي، قرب من ربنا، هتلاقي اوتوماتيك الموضوع ده خرج من جواك وبدات تتعايش معاه. اوعى تقع في الحفرتين دول، حفره المشاعر والتعلق والقلب اللي بيدمرك ويأخرك، وحفرة الاكتئاب والفشل والمشاكل المادية و و و و و والظروف وتستسلم. اشتغل وانت بتموت. هشتغل ازاي؟ طب ده انا محتاج فلوس. اشتغل بالمتاح، اشتغل. طب انا عليا كذا وعمال افكر وفي التزامات، اشتغل. مش حل ان انت تقعد تفكر، مش حل ان انت تقعد تتأخر، الحل ان انت تشتغل، حل انك تعمل، انك تاخد اكشن حتى لو انت بتموت. مش عايز اطول عليكم، اوعى تقع في الحفرتين دول.